مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اعزائي المشاهدين، وهذه الحلقه الجديده من وصل صوتك. ومنبلش باول اتصال بهي الحلقه. تغريد، مساء الخير. تغريد، الله يعافيك، اهلا وسهلا. كيفك حبيبتي؟ اهلين، تفضلي. اختروب، انا ذكرتيني، حكيت معك يوم السبت ووعدتيني خير ان شاء نعم. الله. نعم نعم نعم. ما بعرف يعني، انا والله تجيني اخلاء بكره يعني يوم السبت، وقال لي خلص يعني اخلاء انه اطلع من الدار كلها، مش عارفه مشان الله، والله بدي مساعده سريعه، الله يوفقك، لا انت ولا الك ولا اهلك خير. صوتك على الهواء. والله ماني عارفه وين اروح انا واولادي، وعلى يدين وحياه الله، ما انا عارفه شو بدي اساوي، داخلي على الله مشان الله يا عروبي انك تساعديني. والله يا تغريد، لو انا كعروب عندي مصدر من عيني، لكن والله بعرف، والله بعرف انك بس انك يعني بتوصل المعلومه، بس بشو يعني شو فيني حدا من اهل الخير يساعدني. طيب اشرحي حالتك على الهوا تغريد، خلي حدا من اهل الخير بلكي تعاطف مع موضوعك مره جديده. انا بتذكر حكيتي لي جوزك تاركك. حتى الدعم ما اعطوني اياه، قلت لك. طيب ارجعي اشرحي. انا والله لو بقدر اشتغل يا اخت عروب، والله العظيم كان بشتغل، بس معي بيتك وهساسه عظام بظهري، والله ما بقدر. طيب ارجعي اشرحي حالتك على الهواء، وان شاء الله انه نقدر نساعدك يا تغريد. تفضلي. هلا يعني احكي؟ تفضلي. اوكي. انا سيدة وزوجي مسافر له 3 سنين، ما بعرف عنه اشي، وعندي طفلين، عندي بنت وعندي ولد، وما عندي مصدر رزق يعني ولا معيل، ومكسور علي اجار البيت 3 اشهر، وصاحب البيت بده يطلعني من البيت، عندي اخلاء يوم الاحد. نعم. وعلي ديون للمحلات، وما بعرف شو بدي اعمل، داخلي على الله انكم تساعدوني يا اهل الخير. طيب يعني صوتك على الهواء تغريد، ان شاء الله انه نقدر نساعدك. شكرا لاتصالك، ويعني ما حد يعتب علينا تغريد، يمكن لا 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 ما راح اعتب عليك، انا يعني انا حاسه انك عملتي اللي عليكي وزياده يا اختي. والله تغريد، انا يعني بدي احكي على الهواء لك ولا حتى لاي شخص، مرات من الناس اللي بيعتبوا. هلا انت ما بتتخيلي، يمكن احنا قدر الامكان بنحاول نغطي اكبر عدد ممكن من القضايا على الهواء، ما بتشوفي كمان الضغط اللي بيكون علينا حتى تحت الهواء، وقديش بيكون عندي رقم. يمكن اذا تبعتينا امبارح انا كنت عم بحكي عن موضوع انه انا عندي ارقام كثيره، الكل بده يتواصل تحت الهواء. هلا انا ما بقدر اغطي كل الحالات تغريد، وقدر الامكان الحاله اللي بتنطرح على الهواء هي، يعني انا ما بدي احكي انه اللي بتنطرح تحت الهواء ما بتاخذ حقها، لا، بس الحاله اللي بتنطرح على الهواء لسه بيكون الاهتمام فيها اولى. أكيد ما بدي حدا يعتب تغريد من هاي الناحيه. لا لا والله ما انا عتباني، عارفه الجهود اللي يعني بتعملوها، وشكرا لك والله انا غلبتك حبيبتي معي. حبيبتي العفو، صوتك على الهواء تغريد، وان شاء الله احنا بدورنا بنناشد لك اهل الخير، ولا يهمك. الله يوفقك، افتح بوجهك، الله يعطيك العافيه. شكرا تغريد، شكرا حبيبتي، مع السلامه. شكرا. الاخ ماهر العمايري، مساء الخير. النور مهندس عروب. مساء الورد مهندس عروب. يعني انا عندي موضوعين يعني اليوم مهمات المواضيع اللي دائما بطرحها عبر هذه القناه، قناه نور مينا. تفضل. مهندس عروب، يعني كثرت في الآونة الأخيرة قضايا القتل، يعني قتل خطأ أو قتل ابن العم أو قتل الجارة وصاحب الصديق، هيك بقضى يجي مثلا يحجز. اليوم مثلا صارت حالة وفاة شاب عمره 40 سنة في لواء الكورة عندنا كفربيل. نعم. طبعا أثر يعني خلافات عائلية، إجا هذا المقتول سيحجز بين ابن عمه وبين نسيبه. نعم. فبقى يا ستي يعني عملية صارت قتل وتوفى الله يرحمه، واحنا بنتمنى انه اصلاح ذات البين، يعني دور العشائر يكون لها دور بهالجلوات بهالصلحات بالعطوات وقضايا القتل. الدور العشائري له دور كبير جدا يعني في امور زي هيك، انه تمنع من عمليات القتل، لانه كثرت في الاول اخي قضايا القتل عندنا هون على مستوى الاردن. نعم. والشغله الثانيه، احنا والله كشعب يعني احنا ما بنزكي مثلا دوله رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور انه رئيس وزراء، بنقول انه الظروف الان الموجوده حاليا يعني بيعرف وضع البلد ووضع الاردن بشكل عام، اما اللي بنتمنى احنا في لواء الكوره كونه هذا اللواء اللي نائب واحد عندنا ل 140 الف مواطن، بنتمنى انه يعني مراقبه الظروف الجغرافيه يكون عندنا وزير مثلا وزير داخلي، واحنا بننسبه كمان هذا الوزير اللواء المتقاعد محمد عبد الله شحادات من منطقة برقش، عمر ما صار من عندنا لا وزير ولا عين ولا شيء في منطقة برقش، شايل 150 ألف مواطن، نتمنى انه يعني ينظر على المنطقة هاي يحسن اوضاعها، اقل شيء بوزير داخلي حتى توزع الوزارة والحكومة على مستوى المملكة، وما في عندنا الا نائب واحد. وشكرا مهندس عروب. شكرا شكرا شكرا. يعني والله مش عارفة أعلق بالأول على تغريد ولا على ماهر. طيب الأخت تغريد، خلينا نعيد حالتها على الهواء.
هي سيدة زوجها تاركها من 3 سنوات، ما بتعرف له طريق ولا زالت على ذمته، وضعها المادي منعها من انها تقيم دعوة قضائية عليه، بحاجة الى مساعدة، وعندها امر باخلاء بيتها لانه مترتب عليها مبالغ حتى الدعم للأسف. وانا يمكن انتقدت هذا الموضوع سابقا بانه حتى الدعم الحكومي للمحروقات لم تحصل عليه، بناء على انه هي راحت تستلم المصاري من البنك، ولكن طلبوا منها انه زوجها هو اللي يجي يستلمها. حكت لهم وابلغتهم، ولكن تبين فيما بعد بأنه زوجها كاين بنزل خلال 3 سنوات اللي كان غايب عنهم فيها، بنزل على الأردن. احنا بغض النظر مننا ناشد أهل الخير لا يساعدوا الأخت تغريد، يمكن هاي المرة الثانية اللي بتدخل فيها معنا على الهواء. يمكن مداخلة الأخ ماهر العمايرة، ما بعرف، أنا مش حابة إن نحكي كتير لكن في هذا الموضوع تحديدا، لكن احنا دائما بنحمد الله على نعمة الأمن والأمان اللي بيتمتع فيها الأردن. في الآونة الأخيرة عم نشوف، ما بعرف هل هي الظروف الاقتصادية أو الحاجة أو الفقر هي عم تتسبب عنا بزيادة معدل الجريمة، وعم نسمع عن حالات سرقة وحالات قتل وغيره وغيراته. بالنهاية الله يجنب بلدنا الويلات والحروب ويديم علينا الأمن والأمان اللي كتير من أعداء الأردن بيستكثروا على أهلها. وبالنسبة للوزارة الجديدة، ويمكن هينا عم نستنى للأخ ماهر ولكل متابعينا، كنا بنحكي عن الحكومة الجديدة ولسه عم نستنى بدنا نشوف، يعني إن شاء الله إنه نشوف وجوه جديدة من اسم يمكن دولة رئيس الوزراء، مع أنه الآن المرشح الأقوى لاستلام رئاسة الحكومة هو دولة عبدالله نصور، لكن البعض يتمنى بأن يكون هناك اسم جديد لم يطرح سابقا على الساحة. وموضوع الوزراء يعني هو موضوع برجع أيضا كمان لرئيس الحكومة عندما يتم اختياره. إن شاء الله بالنهاية إحنا بحاجة إلى أشخاص بخافوا الله بهاي البلد. موضوعين اليوم بدي أطرحهم. الموضوع الأول هو موضوع شوي مستفز، بعض المواقع الإخبارية تداولت اليوم خبر بيتعلق بأنه بعض اللصوص قاموا بسرقة مقتنيات من أكثر من منزل، ولكن بعد ساعات صحي ضميرهم فجأة وقرروا بأنهم يرجعوها، سلموا حالهم للمركز الأمني، وعلى غرار هذا الخبر أيضا إعادة حقيبة مسروقة لصاحبتها قبل أن تتقدم بالشكوى. رح نحكي تفاصيل الخبرين، ولكن بتعليق سريع جدا، هذه البلد الله يحميها وربنا حاميها على رأي اختياراتنا وعجائزنا، الله يعطيهم الصحة والعافية، لكن استغرب بعض الحيتان اللي أكلوا هاي البلد، ومنهم من لاذ بالفرار ومنهم من هو خارج الأردن الآن. الله أكبر، ما صحي ضميركم لو هالقد ما رجعتوا من الجمل إذنه من مليارات الأردن اللي أكلتوها في بطونكم؟ يعني ما خطر في بالكم ترجعوا 1 2 3 4؟ بين الفترة والفترة كنا بنسمع عن الحكومة تلاحق فلان من أرباب رؤوس الأموال أو من الأشخاص اللي كانوا مستلمين منصب ما في يوم من الأيام، ونهبوا اللي في الكفاية أو هبشوا ما تمكنوا من هبشه. واللي كان الناس يستغربوه هو انه بيجي هذا الشخص بفاوض الحكومة، انا برجع لكم مثلا 700 مليار او 700 مليون بسبيل انه خلاص تضبوا هاي القضية. سؤال اللي كان دائما بتبادر لذهني وذهن اي مواطن بسمع لهيك موضوع، انه اذا هذا بده يفاوض الحكومة بده يرجع 700 مليون، هو فعليا قديش ماخذ؟ الله أكبر، يا ريت نوصل لمرحلة هالحيتان اللي أكلوا من خير الأردن كتير ونهبوا حقهم وحق غيرهم، يا ريت يصحى ضميرهم لو شوي ويرجعوا من مقدرات هالوطن ما أخذوه حتى نتجاوز هالمحنة الاقتصادية اللي بنمر فيها. نرجع لتفاصيل الخبر وإعادة حقيبة مسروقة لصاحبتها قبل أن تتقدم بشكوى. هذا الموضوع سبق وطرحته معنا، أذكر صبية من شي أسبوعين، صبية هاي سكان أبو نصير بتروح الساعة 7، وأثناء مسيرها بالشارع شنطة الإيد أو حقيبة الإيد هي على الجانب الأيمن الموالي للشارع، إلا بسيارة فيها شباب، واحد مد إيده من الشباك ولطش أو سرق الشنطة من كتفها. الآن بعض السيدات من اللي بيحاولوا أنهم يقاوموا، إذا شد الشنطة ممكن أنه يشد إيدها معها ويجرها، وحصلت هاي الحادثة مع سيدة، ولكن البعض الآخر بيقول لك الله لا يردها وراحت، الله لا يردها.
تفاصيل هذا الخبر. اليوم المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام ذكر أنه صباح هذا اليوم أقدم 4 أحداث على خطف حقيبة إحدى السيدات في محافظة إربد، مقسمين الأدوار فيما بينهم. وقبل أن تتوجه تلك السيدة للشكوى للمركز الأمني، كان رجال بحث جنائي إربد قد ألقوا القبض على أولئك الأحداث، وبحوزتهم الحقيبة وبداخلها مصاغ ذهبي بقيمة 4000 دينار ومبلغ مالي، حيث دهشت السيدة وتفاجأت بسرعة الإجراء، وتم إبلاغها بأن رجال البحث الجنائي كانوا في الأصل يراقبون أولئك قبل قيامهم بعملية السرقة، الأمر الذي سهل مهمة إلقاء القبض عليهم. وتم إعادة الحقيبة والمسروقات للسيدة، وسيتم تحويل القضية للقضاء. وأشار المركز الإعلامي أنه وبالرغم من النصائح المتكررة حول قضايا خطف حقائب السيدات وتوعيتهن بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للمحافظة على حقائبهن أثناء التنقل والسير على الأقدام من أجل التسوق وغير ذلك، وعدم وضع مبالغ مالية كبيرة أو مصاغات ذهبية، إلا أنه ما زالت ترد شكاوي المتعددة لأقسام البحث الجنائي حول هذه القضية، وبات الموضوع يشكل تحديا كبيرا أمام رجال البحث الجنائي في عملية البحث عن الفاعلين وألقاء القبض عليهم وإعادة المسروقات إلى أصحابها. وتابع المركز الإعلامي أنه ومن هنا فقد صدرت توجيهات واضحة وصريحة من قبل مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود أبو جمعة، نوجه له تحية أكيد محمود بيك، لجميع شعب وأقسام البحث الجنائي وفي جميع أنحاء المملكة بضرورة إلى الموضوع جل اهتمام العاملين وتتبع تحركات الأشخاص المشبوهين وأرباب السوابق، خاصة في قضايا خطف حقائب السيدات، وتكللت جهودهم بالنجاح سواء على صعيد منع الجريمة قبل وقوعها أو من خلال تتبع السارقين وإعادة المسروقات إلى أصحابها. تحياتنا لكل مرتبات الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي، وأكيد على رأسهم مدير إدارة البحث الجنائي العميد محمود أبو جمعة على هالجهود الجبارة. سبق وكان معنا أيضا الناطق الإعلامي المقدم محمد الخطيب من الأمن العام، وكنا قد تحدثنا طويلا عن موضوع سرقة حقائب السيدات التي انتشرت في الآونة الأخيرة. كل واحد يدير باله على قريشاته وعلى رأي الختيارات وينتبه أكيد لأغراض الصبايا. ياريت حتى يمكن بتذكر نقطة أشار إلها محمد الخطيب، محمد بيك يمكن كان عم بحكي عن موضوع أنه ياريت السيدات ما تكون مثلا شنتتها على الجهة الموالية للشارع، تكون على عكس الجهة اللي على الشارع، لأنه هيك من السهل أنها تأخذ عن كتفها. وأكيد في حال وقوع مثل هذه الحوادث لا قدر الله التوجه لأقرب مركز أمني. لهون بيكون انتهى مشوارنا معاكم بوصل صوتك. دائما نقول حمد الله الأردن قيادة وشعبا، وأدام عز وجل علينا الأمن والأمان، وشاء من شاء وأبى من أبى، شعارنا هو الله الوطن الملك. ونحن الأردنيين فقراء لكننا الأكثر تعليما، فقراء لكن نمتلك أعلى سقوف الحريات، فقراء لكن لدينا أقوى جيوش المنطقة. أنا الأردني بحجم بعض الورد إلا أنه لي شوكة ردت إلى الشرق. سبا تحياتي مرة أخرى لصالون مروان خير، و دائما مشاهدينا معاكم أينما كنتم. نهاية أسبوع سعيدة أتمناها لكم أحبائي، ونراكم مساء السبت. مني عروب العبادي لكم كل التحية، وإلى اللقاء.